المستقبل بعد ما ضاع 30 سنة من يعني من هذا الوقت الثمين اللي أي ابن بيقضيه مع والدته. المستقبل الآن قدي رح تلتقوا، قدي رح تقضوا أوقات مع بعض حتى نعوض السنين اللي فاتت؟ إن شاء الله هذا شيء أكيد، وإن شاء الله أني بحاول أني أجيبها للسعودية عندي وأروح لها وأجي، يعني هذا الشيء بحاول أني أعوضها عن كل اللي فات، والله يقدر إن شاء الله وسعدها ويخليها لي ويطول بعمرها. يعني هذا الشيء اللي كنت أو من بداية حياتي وهو ناقصني، أنه وجود أمي جنبي وجود حنانها وعطفها علي، ما شافتني وأنا كبرت وأنا صغير بكل جميع مراحل عمري. حتى لما تزوجت كنت أتمنى أنها تكون معي موجودة بعد ما ربي رزقني مولود، فمرة احتجت أني أوصل لها بأي طريق بأي وسيلة من الوسل، فما بجاء في بالي والله إلا السفارة السعودية، والحمد لله والله كلهم ما قصروا وأشكرهم كلهم من على رأسهم السفير أسامة نقلي وجميع العاملين على كل موضوعي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.